عزيز الحته القيمه اللي جوانا اللي تركها سيد حجاب لا يمكن تتنسي. حجاب ساب وساب وساب وساب. انا كان بفتكر عشرتنا في اعتصام وزاره الثقافه، عشرتنا في لجنه الخمسين في الدستور، عشرتنا في على المستوى الانساني وعلى مستوى العلاقات، عشرتنا في الصالونات من زمان من تحرير من سوريا، لانه سيد حجاب ترك قيمه في مصر لا يمكن هتتنسي، وهتفضل هي اللي مخلده اسمه. كلنا نقدر نقول يا رب يتجمدوا برحمته ان شاء الله.